أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن الوصية متى تكتب، وهل يكفي أن تكتب باليد، وهل لا بد من شهود؟ الوصية على قسمين: وصية بما له من الحقوق على الناس والديون على الناس، أو ما للناس عليه من ديون وحقوق، هذه يجب عليه أن يكتبها لئلا تضيع حقوقه وحقوق الناس إذا لم يكتب الوصية. وأما النوع الثاني من الوصية فهي التبرع بشيء من ماله بعد موته في سبيل البر، كأن يوصي بالثلث فأقل. قال صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير، يعني في الوصية، فأعلى حد للوصية هو الثلث، وكل ما نزل عن الثلث فهو أفضل، إلى الخمس، إلى السدس. نعم.